عباقرة العائلات ومباراة جميلة جدا في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. قالت النويهي 100، قالت السيد 60. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لعيلة واحدة بس، وأول اتنين معايا مدام نهلة ومدام عفت. مدام عفت ومدام نهلة. أنا اللي بختار مين يطلع قصاد مين، والهدف الأول هنشوف لصالح مين. مدام نهلة، مع إنك مذاكرة وعملت اللي عليكي الحمد لله، بس المرة دي الموضوع مختلف. هتقلبي الورق والقلم عشان هسأل سؤال وهتكتبي، وحضرتك كمان يا مدام عفت هتكتبي. السؤال ده إجابته عند عمر وعند محمد، انتوا الاتنين هتجاوبوا. لو الإجابتين زي بعض يبقى الهدف صحيح، لو الإجابتين مش زي بعض يبقى الهدف غير صحيح. جاهزة؟ مستعدة؟ إن شاء الله. معلومات عائلية، والسؤال هو: إلى أي مدينة كانت أول رحلة سفر للابن الأكبر منفرداً؟ في مصر أو خارج مصر؟ المهم يكون لوحده مش معاكم. تمام، هاخد الإجابة وهاخد الإجابة. نبتدي بعمر. شرم الشيخ. شرم الشيخ، بس مدام نهلة كان عندها رأي تاني، كتبت المنصورة. تمام، مدام نهلة إجابة خاطئة. محمد. يا محمد، انت مين مركز مدغامر؟ الدهلية. 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 الهدف الأول. تمام، عمرو اتفضل يا عمرو، ومحمد اتفضل يا محمد. عمرو ومحمد، وهدف بلا مقابل لعيلة السيد. دلوقتي يا محمد عندنا السؤال الثاني، واحد لواحد ومعاك هدف. السؤال الثاني في الرياضة. انتوا موعودين. بالظبط. خطف منك 10 نقط. جاهز؟ ان شاء الله. رياضة، والسؤال هو: رفض والد احد اشهر لاعبي كرة القدم المصريين سفره مع المنتخب عام 1924، وتوسط سعد زغلول باشا لديه ليوافق، فمن هو؟ مين اللعيب ده؟ السيد نصير. السيد نصير. السيد نصير. إجابة خاطئة. مشهور جدا. مين يا محمد؟ صالح سليم. صالح سليم. إجابة خاطئة أكيد. إجابة خاطئة. أهلاوي وباسم أستاذ مختار التتش، تفضلوا. هارد لك. هدف بلا مقابل وإسلام وسمر. سمر وإسلام، وهنشوف الهدف اللي جاي لصالح مين. بص يا سمر، لو أحرزت الهدف التاني خدت 25 نقطة، خلاص اتعزمت. في إيه طيب؟ هقول لك في المعلومات العامة، لو اتعادلت هيبقى في فرصة عند الأستاذ مصطفى وعند الأستاذ أيمن لل 25 نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: بعد الحرب العالمية الثانية أرسلت ملكة هولندا 100,000 زهرة إلى كندا كرمز للصداقة بينهما، فماذا كان نوع الزهور؟ عباد شمس. عباد شمس. إجابة خاطئة. 100,000 زهرة، تخيلي بقى نوعهم إيه؟ نرجس. نرجس. حرام عليك. حرام. إجابة خاطئة. هولندا مشهورة بزهرة التوليب.
معرفش والله. هارد لك. اتفضلوا. دلوقتي اخر سؤال الاستاذ مصطفى والاستاذ ايمن. الاستاذ ايمن والاستاذ مصطفى. روح رياضيه. تمام. الاستاذ ايمن معك هدف. استاذ مصطفى جاي يديك فاضيه. هرجع فاضي برضه. هترجع فاضي؟ ممكن تتعادل. هنشوف. حسب السؤال بس بدا الرياضه. خلينا نشوف السؤال موضوعه ايه كده. طلع فنون. ماشي. جاهز؟ توكلنا على الله. فنون. والسؤال هو من هي الفنانة القديرة التي قامت بدور سارة في فيلم اسكندرية ليه؟ مين؟ منى زكي؟ حنان ترك. الاتنين غلط. إجابة خاطئة. فريد شوقي كان مع مين؟ ما تسهلهاش بقى. لا سهلها له. سهلهاش بقى. كان مع مين؟ في إجابة ولا فيش إجابة؟ خلص على البازل. إجابتك؟ حنان ترك. الحمد لله. برضو؟ أنا غلط. ده أنا لسه قايل له الإجابتين غلط. أستاذ مصطفى إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة نجلاء فتحي. إخراج يوسف شاهين. أرضك. 25 نقطة بسبب الهدف اللي أحرزته مدام عفت. شفت بقى الهدف العائلي ده بقى مهم ازاي؟ الحمد لله. هدف عائلي ب 25 نقطة. برافو عليكي. النتيجة اتغيرت 85 عيلة السيد، 100 عيلة النويه. آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكمل معانا المشوار وهيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل عيلة. ممكن السؤال يبقى في المعلومات العامة، علم، رياضة، قدرات ذهنية، فنون، جوكر، وسويتش. سويتش العيلة التانية بتختار موضوع السؤال. أول سؤال سمر السيد. اتفضلي سمر وهنشوف السؤال الأول لعيلة السيد موضوعه إيه. والنتيجة قريبة يعني فرق سؤال واحد. هنشوف لفة كاملة يا سمر. اتفضلي. شكرا. فنون. سؤال في الفنون. تمام. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ عشرين نقطة. تمام. فنون. والسؤال هو من هو الممثل المصري الذي لعب دور مقدم الشرطة علي في مسلسل شهادة ميلاد؟ مين الممثل اللي لعب دور مقدم الشرطة علي في مسلسل شهادة ميلاد؟ هي المشكلة يا شفت المسلسل يا ما شفتش المسلسل. إجابتك؟ أنا شوف عارف الممثل طارق اسمه إيه اللي هو البطل من المسلسل. أخد الاسم طارق إيه؟ أستاذ أيمن للأسف الشديد طارق. إجابة خاطئة. هنكمل. مدام نهلة النهاردة عمرو عمال يدبسك طول مش فاهم. مدام نهلة إجابتك. هو مسلسل شهادة ميلاد طارق لطفي. مش طارق لطفي. طارق لطفي. طارق لطفي. الاسم التاني تاي. الاسم التاني طار. هاردلك مش عارف أقول لك إيه بصراحة. الحمد لله. حضرتك مدام نهلة طارق لطفي. إجابة صحيحة. طارق لطفي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مدام نهلة. وكان النتيجة 120 عيلة النويهي، 85 عيلة السيد، وفعلا هارد لك. إسلام النويهي تفضل يا إسلام. هنشوف السؤال اللي جاي موضوعه إيه. لفة كاملة يا إسلام. شكرا يا إسلام. سويتش. من حق عيلة السيد هي اللي تختار موضوع السؤال. يتسألوا في إيه؟ علم. علم إن شاء الله. علم. تمام. سؤال في العلم.
بعشرين نقطة ولا بتأتي نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة. تاريخ. والسؤال هو في أي دولة قامت الحضارة الأرامية؟ في أي دولة قامت الحضارة الأرامية؟ خمس ثواني. إسلام إجابتك. سوريا. سوريا. يعني أنت قلت سوريا بعدين قررت أنها صح. إسلام. سوريا إجابة صحيحة. سوريا الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا إسلام. وكده النتيجة 140 عيلة النويهي، 85 عيلة السيد. محمد اتفضل. محمد والسؤال الثاني لعيلة السيد، هنشوف موضوعه ايه. معلومات عامة. تمام. 30. سؤال في المعلومات العامة. ب 30 نقطة ولا ب 20 نقطة؟ 30. 30. معلومات عامة. والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لدولة ليبيا؟ طبعا حضرتك بانكر كبير، ولما يجي سؤال في العملة يبقى موضوع كوميدي. والله حظك. دينار. دينار. الدينار الليبي إجابة صحيحة. الدينار الليبي هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أستاذ أيمن. وبكده النتيجة 115 عيلة السيد، 140 عيلة النوية. عمرو اتفضل يا عمرو. سؤال الأخير في الحلقة، محدش هيقرب من الجوكر. فنون. سؤال في الفنون، آخر سؤال في الحلقة. قلت إنه إيه؟ سؤال بعشرين نقطة ولا بتأتي نقطة؟ عشرين. ما فيش جوكر طبعا. طبعا ما فيش جوكر. قلت السيد أقدر أقول لكم هارد لك، لأن أكيد قلت إنه إيه مش هتاخد الجوكر وتاخد الريسك. لعبت مباراة جميلة جدا فعلا، فرقت على آخر سؤال، وإحنا مبسوطين جدا إن أنتوا شرفتونا ببرنامج العباقرة الموسم الأول، ونحيي عيلة السيد. عيلة النويهي آخر سؤال في الحلقة، فنون. والسؤال هو من هو الفنان المصري الذي لعب دور عمرو في فيلم بنك الحظ؟ مين الفنان المصري اللي لعب دور عمرو في فيلم بنك الحظ؟ عمرو إجابتك. عمرو يوسف. عمرو يوسف. عمرو إجابة خاطئة. في إجابة؟ سمر. أكرم حسني. أكرم حسني بعشرين نقطة. لو كانوا خدوا الجوكر نكسبنا. أكيد كلنا نكسبنا. صبر. أكرم حسني إجابة صحيحة. النتيجة بعد إجابة صمر 135 عيلة السيد، فعلا هارد لك. عيلة النوي 140. ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حالة النهاردة 275 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 412500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 2,022,500 جنيه من البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. عيلة السيد فعلا هارد لك. عيلة النوي 140 ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. مبسوط جدا من العيلة بالذات، إسلام وبابا وماما كلهم عملوا اللي عليهم. تقريبا كنت أنا أقل واحد فيهم النهاردة، بس الحمد لله هم قالوا بالموضوع النهاردة والحمد لله سعدنا.
الحمد لله هي تجربة مفيدة في حد ذاتها، ونتمنى ان احنا نرجع السنة الجاية ان شاء الله. حاليا مش ببذل قد المجهود اللي كنت ببذله في الجامعات، بس اكيد برضو بهتم، يعني لما بيجي حاجة قدامي بهتم ان انا اقراها اتابعها وكده.